لازم يتعرض على دكتور طبي، لان هو اكيد بيأذي نفسه كمان لما بيمسك شعر حد او يضرب حد. لازم يتعرض على كشف طبي برضه، نشوف خلايا المخ موجات المخ اخبارها ايه. الجانب النفسي عشان نعرف الاسباب، زي ما كنا بنتكلم في الروايه، هو تعرض لده ولا لا، شاف حد بيعمل كده قدامه ولا لا. وعايز اقول لكم حاجه غريبه جدا، ان في ناس بتحب تجرب، ولما بتلاقي الطرف الثاني ما بيرفضش فالموضوع بالنسبه له مش فارق، هو عايز يجرب ومره واتنين وبيتعلم اكتر. طبعا الانترنت دلوقتي مفتوح، فبيسمع وبيشوف وبيقرا. هو ايه يعني ايه سادي؟ يعني ايه ان انا لما اضرب حد استمتع؟ الجانب التاني الجانب الاجتماعي، لازم المجتمع يبقى عارف يعني ايه سادي، واول ما يشوفوا تصرف من ده يبلغوا عنه. الاب ليه دور كبير قوي، لما الاب بيضرب ابنه بيعلمه العنف، لما الاب بيعمل كده مع امه، لما يشوف ابن او بنت تشوف ابوها بيمارس الجنس بعنف، حتى مش بسادية بعنف، هي اكيد بتتعلم ده وبتعرف ده. نتكلم بقى في الشكل العام للشخصية السادية. احنا قلنا في الاول ان هو شخص مضطرب، دايما محتكر الناس اللي حواليه، شايف ان هو كامل، ان هو جميل قدام الناس، فعلا بيبان كده، بس هو من جواه مش كده. جوه اوضه النوم زي حاله عمر ومراته، حاجه تانية، حاجه وحشه قوي. على عكس الشخصيه الساديه، الشخصيه المازوخيه اللي هي بتحب تتوجع، بتتلذذ بده، وده هنتناوله ان شاء الله في حلقه تانية، لان هو موضوع كبير قوي محتاج شرح اكتر من كده. تمام. الاهل بقى، الاب والام والاطفال دورهم ايه؟ لما زي ما قلنا الاب لما بيمارس العنف قدام بنته او ابنه بيطلع نفس الشخصيه. ومن صفات كمان الاب المجرم اللي بيمسك اسلاح او بيتعامل مع الناس بالعنف، انه بيطلع ابنه كده سادي. سادي ان هو ممكن يمسك طفل في الشارع، طفل في الشارع اصغر منه، يضربه يضربه بعنف، يحس انه لذه الرجوله زي ما بيقولوا. احنا شفنا من فتره كده الشخص اللي عذب كلب، الشخص ده مريض مضطرب نفسيا، عميل نفسي زي ما بنقول، لان هو تلذذ ان هو يعذب الكلب، كان مبسوط قوي وفخور بنفسه. ده عنده عقده نقص اساسا، ده ما عندوش ثقه في نفسه، من الاخر عنده مشاكل كتيره قوي نفسيه. ده شخص سادي لازم يتحول ويتعرض على للعقاب وكمان يتعالج، الاثنين مع بعض.